هذا البرنامج برعاية كريم هايبر ماركت. دخول أنا وياك مع بعض. في عادة حد ثاني راح نسألك فيه كثير أسئلة. تمام. بدنا نمسك هذا اللي عندك. حاولت ترشيني قبل الحلقة بعشرين 25 دينار. صحيح. وصلت 30 دينار. وصل 30 دينار على السؤال. بعدين أشياء مادية ثانية ما صعب أحكي فيها شيء. بس أنا رفضت إنه أغششه ورفضت إنه هو يغششني. تحديناك الآتي 10 أسئلة راح أسألك إياها قصي وأنت راح تسألني 10 أسئلة. تمام. بشكل عام كيف معلوماتك العامة؟ صفر. صفر. يعني اليوم راح تطول في الحلقة. طبعاً. جاهز نشوف يعني مش راح تنحرج إذا طبلت في الحلقة اليوم. لا ما بنحرج الإشي. تمام. أوكي. طيب سيدي راح نبلش أنا وياك. تحب أنت تبلش تسألني ولا تحب أنا أبلش؟ لا أنا بحب أسألك أول. تفضل. إنه في عندي أسئلة ما بعرف أقرأها. اوكي عشان المعلومات العامة هي جواب كمان اسئلة ما بتعرف تقرأها. طلع بالله طلع السؤال. ما هي النوموفوبيا؟ النوموفوبيا حكيتها صح؟ حكيت صح. حكيت فوبيا النوم. قد نوموفوبيا. انت حكيت اول انت حكيت جوابين. انت حكيت انه نوموفوبيا صح ان حكيتها صح حكيت انها النوم وانت غلط. اثنين غلط. ايش هي فوبيا؟ اعطيني خيارات. الأخيرات؟ شو هي النوموفوبيا؟ النوموفوبيا هو طيب أوكي هو الخوف في الأماكن الواسعة. تمام. تمام. الخوف في الأماكن العالية. تمام. والخوف من الأماكن الضيقة. هي ثلاث خيارات خطأ. بما أنذلني. لا والله مو هيك. بلا أعطيني خيارات خطأ. كلها. أعطيني طيب خيارات. أوكي الخوف من فقدان الموبايل. والخوف من الأماكن الضيقة والخوف من الأماكن المرتفعة. الخوف من فقدان الموبايل. طبعا أنا قرأته قدامك يعني إنك عرفت. طيب اسمعني على السؤال سيدي. يلا. كم عدد البحار التي سميت على أسماء الألوان؟ سهلة سهلة. أحمر أسود أبيض. في كمان لون. أنت عددت 3 صح؟ أنت كم عدد؟ العدد 4. طيب ده هيك عدد. حدقت علي قرصني فيها يا ابن المفاصلة بس شاطر. هما سيدي أو هم البحر الأبيض، البحر الأحمر، البحر الأسود والبحر الأصفر، وجزء من المحيط الهادي يقع بين الصين وكوريا. أصلي البحر الأصفر. تمام. طيب سؤال عندك سيدي تفضل. تمام. هاي سهلة. سهلة يعني عادية. قد ما هي سهلة أعطيني الجواب بدون ما أسألك. لا أسألك. أوكي مفعش. ما هي عملة روسيا؟ عملة روسيا الروبل الروسي. جد؟ طبعا. صحيح. صح؟ صحيح. طب عندك خيارات ولا لا؟ بدون خيارات 2-1 إلي. سؤال عندك سيدي. ما هو الحيوان الأكثر تحملا للعطش؟ مشكلة هذا لغم. هذا حيوان. عشان أفكر إني جمل ويطلع من الجمل. عليك بجمل. جمل. جمل. فكرت الأفعوان اللي متخبي بالصحراء 3 سنين. الجمل الجمل. خلاص أنا موضوع بسيط يعني الجمل. سؤال عندك سيدي. تعرف الجمل كيف يمشي؟ لا. ها تقول. طيب هذا السؤال شوي صعب ممكن أعطيك خيارات. أخفض بقعة بالعالم. البحر الميت أو البحر الميت أو البحر الميت. ثالث خيار البحر الميت. صحيح. أشكر. والله وحش نطقها. سؤال سيدي سهل هذا المفروض. من هو العالم المصري الحاصل على جائزة نوبل؟ أحمد. صح. استنى شوي. أحمد إيش؟ مش نوبل. لا أحمد. أحمد زويل. أحمد زويل. الله عليه التصي. وحش. فخم فخم فخم. طيب. طيب روح. طيب أوكي. أنا مش عارف أنا قاعد بمحل صرافة ولا أسئلة هاي. ما هي عملة سنغافورة؟ الين سنغافوري. شو الين السنغافوري؟ ما الين ترى عادي مش شرط تعرف عادي عادي تعرفوش أفوز عليك. أعطيني خيارات. أوكي. الران. الدولار السنغافوري. البان السنغافوري. الدولار السنغافوري. صحيح صحيح. أرفع عليك. ماشي سيدي. عم بحكوا معك إشي عم خش. لا والله أقسم بالله ما حد بيعرف. كيف عرفت إن الدولار سنغافوري يعني؟ تعرف شوف طردت إنك حطيت الران عمرة عملة بتعرفها. شو الران أصلا؟ ما أعرفش الران. ألفته هسه. الران والبان ألفته هسه. الران كان الران كانت تداوم ببوكيمون كأنه. كانت تداوم مع فرد. أنا صح. أوكي. من لا حكينا ما هو صوت الأفعى؟
فحيح. الله عليك والله انك قوي شايف فخر الفحيح. انا مره صح، انا مره اشتريت كتاب كان فيه 1000 سؤال وجواب، فمره قراته كله كانه والله قراته كله زمان صغير بتذكره. طيب قصي، في جرس حاليا عم يرن بداني، فاشرح لك لما يرن الجرس بداني يعني حاليا اخر كومنت راح ينحط على السوشيال ميديا على الفيسبوك لايف، ويكون مشير اللايف تبعنا، راح نروح على البوكس ونربحه جائزه. تقوم معنا؟ تفضل سيدي. خلينا نقوم مع بعض مشاهدينا الاعزاء ونشوف مين ربح معنا. انا والله ناسي اي بوكس اخترت. تذكر اي بوكس يوم اخترت انا؟ اخترت هذا. انا اخترت هذا. حلو، شو حاب تختار؟ هذا هذا او هذا؟ خلينا نشوف جاره. جاره؟ افتح. لا اعطيني انت زيي انا. ايوه هذا رايح على جن. تفضل هاي الجوائز وعلى الكاميرا سيدي تقدر تقول لهم مين ربح معنا. يلا تمام شوفوا هذا شيء كثير مناسب الي. مناسب عطر للشعر مقدم من لورا هير بيرفيوم. تمام. اشتراك ماي فاي مدة سنة مقدم من أمنية. تمام. قسيمة بنزين بقيمة 10 دنانير مقدم من مناصير الزيوت والمحروقات. على الكاميرا هاي كمان. وقسيمة شراء بقيمة 20 دينار مقدم من ساميكس. نقول لهم ألف مبروك. 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 إذا في مجال بيعطوني عطر الشعر بس. عطر الشعر أنت يعني عطر. يدوم يومين هذا على الشعر تعرف؟ يعني من على متى؟ على الأغلب يدوم أسبوعين. من متى بعطر الشعر؟ والله ما بعرف. صورتها راحت علي أنا. هاي إحنا شغلات أنا وياك ما فيها. تفضل أرجع سريع. نرجع. إيش بحكي الساعات؟ نكمل التحدي تبعنا. كم نتيجة سعاد؟ 4-4 احنا متعادلين يا معلم عشان تكون في الصوره. انا وياك حاليا تعادل. سؤال قصي. طيب سؤال هسه ما راح اعطيك اجوبه لان صراحه لما اكذب يبين اول شيء. تمام. فاذا تعطيني قول لي خيارات بنكشف. طيب ممنوع الخيارات بس انت اعطيني خيارات. انت وانت انت شديت حالك فكرت حالك يعني 4-4 انه انت زلمه للاسف. طيب يلا انا ما راح اعطيك خيارات. انت عارف شو بنادوني اهلي؟ شو؟ قصي عادي. يلا انك قصه انت. اوكي. تفضل سيدي. طب اعطيني بس جد ثواني اعرف اقراها لي جد والله. يلا. اوكي. ما هي الكلوستروفوبيا؟ الكلوستروفوبيا؟ طب سؤال انا جد عندي شك انه هي هل هي الخوف من الاماكن المغلقه ام الخوف من الاماكن المرتفعه؟ شو تنصحني اختار؟ طيب ماذا من تصافن حقول لك انه الخوف من الاماكن المرتفعه بالضبط. انا بطلع لك لفوق عشان تفهم انه لفوق يعني يعني الخوف من الاماكن المرتفعه بالضبط. غلط. مغلقه جهد. يا زلمه بالعباده جهد. طيب اوكي ماشي. 5-4 يا سعاد. 5-4. اكبر خليج في العالم هو. اكبر ايه؟ اكبر خليج أوكي. في العالم هو مكسيك. عفا عليك حد شي. انا زلمه كثير خارق. ايش يا اخي انا مش مصدق انه انت طبعا يعني انا مش مصدق انه انت مش شايف الاسئله. طيب احكي لك شغله بس عن عندي مكتبه في البيت. انا قرأت تقريبا اكثر من 200 كتاب بحياتي. قارئ اكثر من 200 كتاب بحياتك. والجواب خطا يعني. لا صح بس صح. انا قارئ والله تحكي جد والله يس. من غير مزح انا ما بعرف انت انسى المزح. جد انا بقرا ما بحكيش كثير يعني. انت بتقرا بس تحكي اجت فرصه نحكي فيها انه اوكي. طيب اوكي حلو السؤال عندك سيدي. اوكي. ما هي الوان العلم الاسترالي؟ في ازرق اوكي في ابيض وفي احمر. صحيح صح ثلاث ابيض احمر ازرق. صحيح صحيح. اصلي اي غابه وصفها العلماء بانها الرئه التي يتنفس منها العالم وهي اكبر غابات العالم. امازون. اوف هاي سعد لك اوف. رئة العالم امازون كمان قد عشان طلع عشان يصير عليها اهتمام عالمي كثير كثير سموا طلعوا على اشارات عليها بحجتها بيئيا يعني في تصرفات وقوانين على مصانع البيئه بهم كانت هي حجه لهم انه غابات الامازون هي كانت حجه لكثير اشياء عشان تحط قوانين للصناعات في العالم. قصص طويله طويله. الزلمه الجبينه طلع في عنده خلفيه احمام بس بس, بس 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 خلينا بس هاي لا ما بعرف. طيب اوكي. طيب سؤال سؤالي
هذا عن جد ما راح تعرفه. انا هي بقرأ الجواب وما بعرف. ماذا يحد الصومال من الغرب؟ اذا انا قاعدني هسه اقول له وين الغرب وشمال وشرق ما بعرفش. اقسم بالله نفس الشيء. فهي خسرني جد خسرني. هايس شو راح اقول لك اياها كما قد ما راح تفهم. يحدها من الغرب؟ الصومال ماذا يحد؟ السودان؟ لو مصر؟ خلاص جوابين غلط. خلاص كفي انا بدك اجل افريقيا كامله هسه. اثيوبيا اثيوبيا اثيوبيا. طيب سجلي يا سعاد سجلي. ما هي عاصمة الصومال؟ هذا بصراحة تعرف تجاوبه. عاصمة الصومال عن جد ليش ما بعرفها؟ بس انا بعرف عملة الصومال. طب ينفع؟ لا شلن حكيناها قبل شوي. جد انت حكيناها اوكي. حتعرفها. ما هي عاصمة الصومال؟ اعطيني 20 خيار ولا لا؟ طيب اعطيك ثلاث خيارات. ثلاث خيارات اوكي. الخرطوم ام الرباط ام مقديشو؟ مقديشو. واو من ضحكتي مبين. طيب اوكي. طيب بس عندي. من هو العالم الذي اكتشف قانون الجاذبية الأرضية؟ اسحاق نيوتن. صحيح. شو عنده نيوتن؟ نيوتن او اسحاق تحسه هون كان اخر القادم شمال اليمين. انت سألتني ما هي عملة روسيا صح؟ نعم. في سؤال مكرر يا سعاد. سألني اياه. خلص غلطكم غلطكم يعني غلطكم. سألني اياه كم مرة. سألني اياه بدك تفوز. الروبل الروسي؟ ايه؟ الروبل الروسي. الروبل. خلص فزت فيه. راح تسلم لي على النقطة. متفقين؟ تمام. ماليش دخل عمي اخطائكم. يلا. سؤال عندك. طيب. أين يتم تخزين المعادن والفيتامينات في الجسم؟ يتم تخزين المعادن والفيتامينات في الجسم يا قصي بالكبد. انت حافظها يا اخوي. انت انك عدت عدت السؤال مع الجواب. واضح انك كنت تعمل هيك. واضح تركب جاوبت فيها. انت راجع الاسئله. طيب سيدي اخر سؤال راح اسالك اياه. اوكي. ماذا يحد السودان من الشمال؟ السودان ما تنسق شوي قلت من الشمال. مصر. لا شو مصر؟ مصر. مصر 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 يا جماعه. السودان مصر شمالها. حتى في غابات هناك سوري مزارع مانجا كثير مشتركه هناك عشان جودتها كثير انواع تفرق من الحبه من حجمها لاكبرها وكيف تغذيه ميتها كمان احلى بزنس في العالم في جوا يعني قصه قصه قصه. ما كنت اعرف انك عندك معلومات عامه لهالدرجه. جد قسما بالله. منيح منيح الحمد لله منيح. شو مزارع مانجو على الحدود؟ في مش على الحدود هناك في صراع على موضوع حبه المانجو كيف تطلع فاخر. بس لو ركزوا العرب في موضوع المانجا والله لنطلع مانجا. بتعرف بالفار ايست عند الدول الاسيويه هناك عندهم انواع مانجا قد ما طوروا عندهم شيء اسمه ابل مانجو حبه مانجا بقوام تفاح بطعم مانجا غريب يعني طوروا شيء. احنا لسه بنطور كيف بوكس المانجا مش عارفين نعملها. احنا صرنا نطور شيء الاكل بالمايكرويف بيعمل سرطان ولا بيعمل سرطان بالضبط. ما علينا ما علينا. تفضل سؤال عندك. هل انت تعرفها؟ ما هي اول جريدة عربية يتم اصدارها؟ جريدة الوقائع المصرية. الله عليك. مدير في الاعلام. مدير في الاعلام انت اسامة. ماذا او تعتبر الكبسة اكلة؟ اصلها اصلها؟ هو صار في خلافات لانه فهي معروفة كبسة سعودية. تمام. تمام. بس هي كبهارات كل شيء هو كل شيء جاي اغلبه من الهند يعني. بس ما متعارف عليها هسه بالحكي في كبسه سعوديه يعني كبسه السعوديه. نعم حلو صحيح. نعم بس هي لانه بحكم خلص السعوديه خلص من غير بحكم بحكم. اخر سؤال يلا سيدي. اخر سؤال خلصنا صح. خلصنا خلصنا اسئله. قد ايه النتيجه برأي سعاد؟ 10 9 لقصي. اوه غلبت لي سيدي. مبروك. بدي عطر للشعر. بدك عطر للشعر. خلص راح نعطيك عطر للشعر. احنا شفنا كل شيء نسوي. هذا البرنامج برعايه كريم هايبر ماركت.